كوني أنا الهدف لازم أركز على الثبات التام. حركة بسيطة مليمترات إلى اليمين أو اليسار، الإصابة ممكن تكون قاتلة. من القرن السادس عشر ومحاولات التقاط الرصاصة بالفم من قبل المخاطرين والمحترفين مستمرة إلى الآن. نجح البعض وفشل البعض. للأسف الفشل في هذه المجازفة ثمنه الموت. 12 فنان محترف متدرب فشلوا بتنفيذ هذه المخاطرة وأدى هذا إلى موته. حتى العظيم هوديني رفض تنفيذ هذه المخاطرة بعد نصيحة صديقه هاري كيلر: Too many things can go wrong. أي أخطاء كثيرة واردة في هذه المجازفة. أشكرك كثير أنك أنت جزء من هذه المجازفة. أنا شفت الشيء اللي بتسويه، أنت مدرب رماية رائع، والشيء اللي بتسويه مذهل. طبعاً أنا بحترم كثير أنك تبغى تخلي هويتك سرية، فطبعاً وقعت لك الورقة ترفع المسؤولية بالكامل عنك. سرعة نبضات القلب وضخ الدم بالإضافة إلى سرعة التنفس تخلي الثبات شبه مستحيل، ولكن التدريب والتركيز لتبطيء نبضات القلب تخلي المستحيل محال. أسناني